كل اللي كنت عم فكر فيه بوقتها إني أقدم شي بيشبه الناس وبيشبهني. التركيبة كلها كانت جديدة، مزيج مختلف من كتير أفكار عم تتقدم بوقت حساس وصعب. حلقة ورا حلقة وموسم ورا موسم القصة صارت أحلى وأصعب بنفس الوقت. كيف بدك تكفي؟ شو لازم تقدم؟ ومين لازم تحاور؟ شو هي مصادرك؟ قديش هالفكرة ممكن تكون مقبولة؟ هل رح يمرق هالموضوع على خير؟ هل رح نقدر نساعد بما أنه عم نحاول؟ هل في شي ممكن يتغير؟ كلها أسئلة ولا مرة فارقت تفكيرنا، في أجوبة لسه عم ندور عليها، وعدد الأسئلة صار أكبر بكتير. الأكيد أنه مكملين بنفس النفس ونفس الحماس وبكتير من الحب والتفاؤل. عشر سنين مع بعض ومكملين. الموسم العاشر من المختار قريباً.